بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مرة ثانية طلاب، نستكمل موضوع الإيمالشن. تكلمنا بالمحاضرة السابقة على استخدامات الإيمالشن، قلنا أنه هو ممكن يستخدم أورالي، بارنترالي، إكسترنالي، واي استخدامات له، واي دوزج فورم عندنا مصنع كإيمالشن. يبقى عندنا we have general consideration for this type of emulsion. بعض الملاحظات اللي لازم نعرفها كسمري للي أخذناه. الروت اوف ادمنستريشن اذا كان اورال فاكيد لازم يكون ان ليكويد بريبريشن، مو يكون سوليد، مو يكون سيمي سوليد. ليكويد بريبريشن يوزد از اورال لايك فور فيتامين دروبس الموجوده، القطرات مال الفيتامينز، سبيشالي الفيتامين اللي هي تكون اويل سوليبل تحضر كايمالشن. اولسو كاستر اويل ايمالشن ايضا موجود، عاده يكون شنو نوعه؟ اويل ان ووتر. فور بارنترال definitely اكيد لازم يكون liquid. انا متقدر انطيه for example for IV administration or no اقدر انطيه كinjection ينطي ك IM intramuscular injection ينطي بالسرنجة، فلازم يكون liquid. ممكن يكون بالIV، لازم يكون شنو؟ oil and water. اذا كان IM، اذا كان subcutaneous maybe انه يكون oil and water or water and oil. الإيمالسيفاينج ايجنت اللي هنا لازم استخدمها مثل ما قلنا انه هي شنو لازم تكون؟ تكون نان هيموليتيك، لان هذه تكون نان توكسيك، ما تسبب لي تحلل بكريات الدم. ليش؟ لان هذه ممكن تكون فيري توكسيك وليثال افكت حيكون بها الإيمالسيفاينج ايجنت. والدروبس دروبليت لازم تكون فيري سمول فيري فاين. بالتوبيكال عندنا هي ممكن يكون ليكويد، ممكن يكون سمي سوليد. الليكويد مثلا اللوشن او اللينيمنت، هذول اللي هن كريمات ايمالشن كريم، بس يكون شنو الكونسستنسي مالته مثل الليكويد، يكون سائل. ممكن يكون سمي سوليد بحاله الكريمات هاي اللي نستخدمها بالمستحضرات التجميل او بالكريمات اللي تكون ميديكيتد. مثل ايش عندنا؟ اللوشن، لينيمنت، كريم، هذول كلهم هم توبيكال ايمالشن. استخداماتهم for cosmetic effect لأغراض تجميلية، emollient، enhance penetration of the drug through percutaneous route. شنو أهم disadvantage of emulsion اللي ذكرناه خلال هذا الشرح كله؟ أول شيء وآخر شيء هو شنو؟ هذا thermodynamically unstable. اي فرصة اي تغيير بالظروف تصير عليه رأسا يبدي يأزل الدهن واحد والمي واحد. So disadvantage of emulsion, pharmaceutical emulsion are thermodynamically unstable and therefore must be formulated to stabilize the emulsion from separation into two phase. كلكم شايفين انه مرات كريم ينترك فترة طويلة بحار الظروف شهرين ثلاثة اشهر نلقاه عازل يعزل الكريم، يصير الدهن واحد ويصير المي واحد. هذا this type of physical instability اللي صار انه هذا الدهن والمي ينعزل واحد عن الثاني. ليش؟ لان thermodynamically unstable الطاقة مالته كلش عالية، اذا ما نكون محضر بصورة صحيحة رأسا يعزل. this is by means of شلون ازيد الاستابلتي مالته؟ اولا must be shaken well prior to measuring of dose، لان هذا ممكن انه يصير تكتلات وممكن انه يكون unevenly distributed بالcontinuous phase. فلازم انه انا شنو اول شيء اسوي؟ انه اذا كان for oral use مثلا for example we must shake well prior the measure of dose even after efficient shaking the accuracy of the dose is likely to be less than solution. حتى من أسوي له shaking ممكن إنه يكون distribution certain globules إنها متحدات ومتجمعات بال السطح هذا الأويل، وممكن يكون شنو unequivalent، ما متوزع بصورة صحيحة هاي dose الدروبلت. condition of the storage طريقة الحفظ ماتي may affect the dispersed system leading to creaming or cracking. كريمينج كراكينج يعني هو هاي عملية الفصل يبدي يتحول طبقة مثل الكريم، يصير يسموها كريمينج والكراكينج وبريكينج، وكلها هذه
كلها ممكن خطوات شلون يصير بها انستابيليتي. هسه نشرحها واحدة ورا الثانية. Also it is liable for microbial contamination, microorganism growth, which can lead to cracking as well. Cracking يعني واي عملية الفصل. وقلنا مثل ما قلنا ممكن يكون يأثر عليه شنو يسبب لي رانسيديتي. من يصير رانسيديتي بالأويل يعني مواصفات الأويل اختلفت. من اختلفت مواصفات الأويل شنو أنا محضر على أساس هذا الأويل. من اختلفت مواصفات الأويل معناته شنو هذا السيرفيس اكتيف ايجنت صار مو افيشنت. رأسا يصير كراكينج. فماذا من نريد نقول شنو المايكرو أورغانيزم ليش سوي كراكينج؟ لأن هذا السيرفيس اكتيف ايجنت مختاريها على أساس دهن معين. على أساس ظروف معينة هذا الدهن بدأ يختلف بسبب المايكرو أورغانيزم صار بيرانسيديتي. من صار بيرانسيديتي طلعتي غير موليكيول طلعتي غير ستركتشر من الأويل. من طلعت غير ستركتشر شنو صار هذا السيستم اللي يعني مسويه كله اختلف فيبدي ينفصل الدهن عن المي. Liquid dosage foam are more bulky than solid dosage foam. هذا اللي هي دائما نقولها هي نفسيتها بالسوليوشن نفسيتها بالسسبنشن هذه بلك وزنها ثقيل حجمها كبير فالستورج مالتها النقل مالتها الحفظ مالتها كل هذا شنو يكون ديس ادفانتج لهذا الدوزج فورم. Also pharmaceutical emulsion may be difficult to manufacture. مو كل واحد بسهوله انه يصنع. كل هذا اني يعتبر ليميتيشن اور كونسيدريشن شود بي تيكن من واحد يصنع الإيمولشن. فيعتبر هذا شنو كله since it's require special precaution فيعتبر شنو disadvantage of this dosage form اللي هو شنو الإيمولشن. زين هسه شنو هاي طبيعة الانستابلتي اللي دا تصير بالإيمولشن شون دا تصير الخطوات بي. هذا عندنا هنا good emulsion بعدين يصير بي flocculation coalescence وبعدين يصير بي breaking. هذا اللي هو في الصورة التوضيحية اللي راح يصير بال emulsion إذا كان unstable. So emulsion are termed as thermodynamically unstable following dispersion of insoluble liquid. هذا الأويل سويت لبيد سويت dispersion هو insoluble من الماء. الأويل in aqueous phase يأخذ شكل السفيريكال الشكل الكروي. ليش يأخذ الشكل الكروي؟ الشكل الكروي هو أقل مساحة سطحية نسبة لحجم معين. يعني إذا عندي 1 سنتيمتر مكعب 1 سنتيمتر مكعب إذا أريد أحضره ككيوب مكعب أو أحضره ككرة ياهو أقل مساحة سطحية حياخذ اللي راح ياخذ مساحة سطحية يعني هي دائرة ما دائرة المساحة اللي تحيط بهذا الجسم اللي راح يتكون أقل مساحة راح تأخذها الكرة. فدائما هنا هذه الجلوبيولز تأخذ شكل الكرة على مود شنو على مود تكون هي أقل مساحة سطحية بينما إذا كانت شكلها مكعبة هذه الدروبليت هتكون مساحتها كلش كبيرة مقارنة بالكرة فتكون انستابل بعد اكثر. هو يريد يصير استابل شلون يتكون استابل قدر امكانه ياخذ اقل مساحه سطحيه. هاي المساحه السطحيه شلون يقدر ياخذ اقل شيء عن طريق تكوين سفيريكال دروبليت الشيب مالته يكون سفيريكال ان شيب كوز ذس از اسوشييتد وذ ذا مينيمم سيرفيس اريا بير يونت فوليوم. بعدين شنو اللي يصير اذا كان هذا انستابل راح يصير فلوكيليشن. فلوكيليشن شفناه بالسسبنشن اتش از جود انه احنا يصير عندي فلوكيليتد سسبنشن يصير سمول اجريجيت فلافي اجريجيت من هاي البارتيكلز وايزلي ريديسبيرس. بس هنا بالايمولشن الفلوكيليشن هي بدايه المشكله. بدايه المشكله هذه الجلوبيولز او الدروبليت اذا بدات تتجمع وتسوي لي هذه الفلوكيليشن هذه بداية المشكلة لفشل فشل الإيمولشن. So flocculation describes a weak reversible association between emulsion globules. إذن هي reversible لحد الآن أنا هنا reversible ممكن أسوي لها redispersion أسوي لها shaking ويصير شنو redispersion. So
هذه شنو؟ هي weak reversible association between emulsion globules separated by thin film of continuous phase. طبعا هنا كلها يكون هنا بين هاي الجلوبيولز بين هاي الدروبليت اكو شنو؟ اكو continuous phase بس مع ذلك هنا شنو؟ متجمعات ك aggregate. وراها شنو اللي يصير؟ هنا اللي يصير عندي بعدها يسموه coalescence. كوليسنس شنو يبدأ يندمجن هذني على مود ليش يبدأ يندمجن على مود يقلل لنا السيرفيس اريا الخارجية لأن كل واحدة مغلفة بكونتينيوس فيس هي ما تريد تصير مقربة من الكونتينيوس فيس لأن أنا ما كنت تجاذب بيناتهم فيبدأ شنو يتحدن ذني الجلوبيولز على مود شنو ينفصلا عن الكونتينيوس فيس ويأخذن أقل مساحة سطحية اللي هنايا يحيط به continuous phase. So coalescence will occur to produce a single droplet of greater diameter. The diameter مالتها أكبر. And in so doing, the surface area of the new droplet will be less than the surface area of the two individual droplets. So التصور هنا فد 10 15 وحدة يبدأ يتجمع على مود شنو يصير قل surface area. وراها شنو يصير؟ يصير breaking or phase separation. يصير هنا بعد خلاص هذا انتهى. هذا irreversible coalescence irreversible صارت. وهنا breaking complete separation of two phase, the oily phase well, the water phase, the aqueous phase. This process will continue until there is a complete phase separation. اللي هي تكون شنو تو ليكويد لا راح يصير عندي هنا خلينا نشرح هذا جيبس فري انرجي اوف ايمالشن اللي هو هذا جيبس فري انرجي اللي هي يتعلق بالسيرفس ومينلي امباكتنج شنو الايمالشن اريدك تركز هنا شويه وياي احنا من نقول ثيرموداينامكلي انستابل يعني اكو طاقه موجودة بالسيرفس هاي الطاقة شون انحسبت حسبها جيبس سوالها معادلة الزيادة بالطاقة اللي راح تصير عندي شنو راح تصير عندي الزيادة تساوي زيادة بالطاقة الفرق بالطاقة هذا دلتا جي يساوي لي دلتا اي الاي هي شنو total surface area of dispersed particle من اقول دلتا يعني التغيير بالمساحة السطحية كل ما أسوي فاين كلش ما تكون هاي الجلوبيولز الدروبليت صغيرة دا تزيد يعني كل ما دا أقل الآن الحجم مات الدروبليت مال الانترنال فيس معناته دا تزيد دا تزيد عند السيرفيس اريا لأن دا يقل الحجم مالتها فالسيرف توتال سيرفيس اريا دا تزيد مجموع مال السيرفيس اريا مال كل الدروبليت دا تزيد فهنا الزيادة اللي دا تصير بالسيرفيس اريا مضروبة في شنو الانترفيشيال تنشن هذه لازم تكون قليلة دلتا جي لازم تكون قليلة على مود شنو على مود يكون الامولشن ستابل ثيرموداينامكلي ستابل ولا اذا زادت هذه شنو معناتها هذه هاي انرجي وما ممكن يبقى مستقر بهالطريقة اني عندي طريقة وانت عندك طريقة شلون نقلل هذه السيرفس فري انرجي شلون نقللها احنا نقلل الانترفيشيال تنشن دائما شلون ناثر على هاي على السيرفس فري انرجي نقلل السيرفس تنشن الايمولشن شو يسوي على مود يقللها وما يقدر ازاي ما يقدر يقلل الانترفيشيال تنشن يقلل السيرفس اريا شلون يقلل السيرفس اريا يبدي يتحد بين جلوبيولز وجلوبيولز على مود يقلل السيرفس اريا على مود تقلل السيرفس فري انرجي بينما احنا المفروض شو نسوي نقلل الانترفيشيال تنشن شلون نقلل احنا الانترفيشيال تنشن من استخدم سيرفس اكتيف ايجنت ماكو ايمولشن يصير بدون ايمولسيفاير وايمولسيفاير عادة هذول شنو سيرفس اكتيف ايجنت انا بدي اقلل الانترفيشيال تنشن واقلل شنو بالنتيجة دلتا جي بينما الايمولشن اذا عوفة واحدة شي يسوي راح يقلل السيرفس اريا
على مود يقلل السيرفس فري انرجي. هنايا هي الفكرة انه اني اقلل انترفيشال تنشن، بينما الطبيعة او الامولشن واحدة من اترك شي يسوي يقلل سيرفس اريا. على مود شنو؟ على مود نوصل، كلنا نوصل لهاي النقطة. هل يقلل السيرفس اريا؟ صحيح لا، يعني اذا صار قلل السيرفس اريا هذا هو دي يقلل السيرفس اريا، يصير كوليسنس، يصير فلوكيوليشن، يصير كوليسنس وبعدين يصير بريكنج، هذا يقلل السيرفس اريا، صار انستابل وخلاص انفصل، وهذا مو صحيح. انا ما اريده، انا اريد اقلل السيرفس تنشن على مود اقلل بالنتيجه شنو التندنسي، رغبه الايمولشن انه يقلل السيرفس اريا. So stable emulsion must have large surface area. Stable emulsion يعني pharmaceutically acceptable، مو thermodynamically stable. Stable emulsion حتى أكون مقبول هذا الemulsion. Stable emulsion must have large surface area and small g. هذه تكون عالية بحيث الدروبلت تكون صغيرة فتكون عالية، وسمول جي. شلون سمول جي وهذا هاي عاليه؟ انه اقلل شنو الانترفيشال تنشن. سو ستيبل ايمولشن ماست هاف لارج سيرفيس اريا اند سمول جي اللي هو سيرفيس فري انرجي كونكرنتلي فور ذا كونسيستنت اند يونيفورم دوزينج، حتى يكون هذا مقبول. ذس از دان باي ديكريزينج انترفيشال تنشن ويتش ويل ديكريز جي سيرفيس فري انرجي which will decrease self-attraction of dispersed phase particle. This is simply شون دي يصير عملية stabilization أنا جدا أسوي حتى أسوي stable، وهو شي جدا يسوي الإيمولشن إذا أترك الحالة على مود شنو يكون thermodynamically stable. تكلمنا على الامالسيفاينج ايجنت هواية، وهي عنصر اساسي بصناعة الامالشن، مو بس اكويا سوائل، لا ماكو ما يصير امالشن بدون امالسيفاينج ايجنت. فهذول شنو مواصفاتهم؟ General principle of emulsifying agent. First, emulsifying agent must be compatible with the other formula of ingredient. Formula ingredients. مفروض ما يصير تفاعل بينه وبين أي مركب آخر هو موجود، سواء بالأويل فيز أو بالليكويد فيز أو بالأكويس فيز. Second, not interfere with the stability and the efficacy of the drug. ما يأثر على الدراج نفسه، ما يصير يتفاعل ويا الدراج وما يصير يأثر لي على الفعالية الدواء. Also definitely should be non-toxic، مو مادة سامة. Little odor taste or color ما يضيف لي لا طعم لا ريحة لا 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 لون، ما يصير يضيف لي اياها. Also it should maintain the stability of the emulsion for the intended shelf life of the product. يعني انا مو استخدم emulsifying agent يعطيني emulsion ورا شهر يبدي يفصل هذا الemulsion، وانا كاتب على البرودكت مالتي ان الشيلف لايف مالته الاكسبيريشن بعد سنتين، ما ممكن. فاذا هو يكون يحضر لي emulsion، يكون هذا الemulsion يكون شنو هو stable thermodynamically stable بسبب وجود emulsifying agent لهاي الفترة اللي هي مثلا خلينا نقول سنتين للاستخدام. Also النقطة الأخيرة when select emulsifying agent، تذكرون قلت لكم ال HLB hydrophilic lipophilic balance. So it should be called emulsifying agent. Why be in an HLB, different range of HLB. Father, it should have, the emulsifying should have the same HLB or close HLB اللي هو موجود للأويل depending on the type of emulsion desired. عادة هنا سنح نحكي هواي على ال HLB ورح اشرح لكم اياه شنو هذا ال HLB و different emulsifying agent at the different HLB. كل ما يكون خلي انتبه لي على هالكلام، كل ما يزيد ال HLB مال اي ماده معناته هذه حتكون water soluble، كل ما تقل ال HLB حتكون more soluble in oil. اذا اريد احضر oil in water لازم اختار HLB عالي،
على مود شنو؟ يكون الكونتينيوس فيس هو اللي يحب يكون يسوي الكونتينيوس فيس مالته يكون المي. اذا اريد اويل ان ووتر اختار له اتش ال بي عالي، اذا احتاج ووتر ان اويل استخدم له اتش ال بي قليل. هاوفر مو اجي استخدم اتش ال بي كلش عالي، انا مدو والله شنو انا اريد اويل ان ووتر. اوكي انت اختاره اتش ال بي بس خلي يكون كلوز قريب للاتش ال بي مات الاويل. صح هو اقرب انه يكون اكويس بس انت عندك اويل وهذا لازم يذوب، هاي هذا الامالسيفاينج ايجنت جزء من عنده يذوب بالمي وجزء من عنده يذوب بالاويل، على مود شنو يمزجهن اثنيناتهن ويوقف على الانترفيس بيناتهن. يبقى لازم نعرف بعض الحقائق على مود نقدر نحضر هذا الستيبل ايمالشن. احنا معظمها ذكرناها بس we need to focus on when we need to prepare stable emulsion ونفهم شلون يأثر surface active agent or emulsifying agent على the stability. First, immiscible liquid mixed together have higher interfacial tension. دائما يكون الانترفاشيال تنشن بيناتهن عالي لأن هن ما يمتزجن، وقلنا من ما يمتزجن يعني ماكو فورس بين الليكويد بين الأويل والمي، هاي الأدهيسيف فورس بين مادتين مختلفات ما موجودة. الكوهيسيف فورس اللي هي بين المي والمي والأويل والأويل هي اللي كبيرة، فمن يصير الكوهيسيف فورس أعلى بهواية من الأدهيسيف فورس راح يزيد عدي الانترفيشيال تنشن. بما انه هو الامولشن عبارة عن تو امسبل ليكويد اذا هنا الانترفيشيال تنشن مالتهن عالي. Second concept or second fact, all liquid assume the shape of the sphere having minimum surface area مقارنة بالحجم. يعني هسه من تاخذ انت اي جسم، هذا الجسم ممكن يكون اسطواني، هرمي، مكعب، متوازي الأضلاع، شنو ما يكون ما أعرف، هذا تشوف إنه المساحة السطحية اللي يحتاجها دائما الكرة هي سفير، هي أقل مساحة سطحية. So حتى يقلل energy أي liquid dispersed in liquid ياخذ بما انه شكله متغير يقدر يغير شكله الى شنو؟ الى spherical، على مود شنو؟ على مود يقلل لي المساحة السطحية بالتماس مع الcontinuous face. So all liquid assume the shape of the sphere having minimum surface area over volume. Smaller particle have large surface area thus larger interfacial tension. يعني هنا إذا أنت عندك كرة كبيرة، واتفقنا أنه حياخذ شكل الكرة السفير، إذا كان عندك كرة كبيرة عندها مساحة سطحية، بينما إذا قسمت هاي الكرة الكبيرة إلى كرات صغار راح تطلع أسطح جديدة، هاي الأسطح الجديدة حتزيد للسيرفيس أريا بعد أكثر. كل ما أقل الدروبليت سايز راح يزيد المساحة السطحية، لهذا الإيمولشن على مود يقلل المساحة السطحية شو يسوي؟ يبدي يندمج دروبلت ويا دروبلت، يريد يقلل المساحة السطحية، يزيد حجم الدروبلت يدمجهن على مود يقلل المساحة السطحية على مود يكون شنو؟ ستابل. بينما هو شنو؟ كل ما يقل الدروبلت كل ما يزيد الدروبلت سايز المساحة السطحية تزيد، هيكون ترموديناميكالي بعد أكثر انستابل. Third fact, liquid tend to coalesce, making larger drop so that the surface area is smaller. مثل ما قلنا يبدي يتوحدا على مود يقلل surface area to decrease the surface free energy. حسب شنو؟ حسب Gibbs law يبدي يقلل surface area الامولشن على مود شنو؟ يقلل surface free energy. بينما احنا شنو نريد؟ نقلل السيرفس فري انرجي حتى نحوله ستيبل، بس ما نقلل السيرفس اريا، انا اريده يبقى دروبليت صغار صغار منتشرات، بس شنو؟ اقلل
الانترفيشيال تنشن. الامالسيفاينج ايجنت شلون يشتغل؟ خلينا نفهم الامالسيفاينج ايجنت شلون يشتغل. اكو ثيوريز بخصوص عمل الامالسيفاينج ايجنت. اول وحده، اول ثيوري اسمها اورينتد ويج ثيوري، اللي يكون بها الامالسيفاينج ايجنت سراوند ذا جلوبولز اوف ذا انترنال فيس. كل جلوبولز، كل كره من هاي الكرات مال انترنال فيس محاطه بشيت، بطبقه من الامالسيفاينج ايجنت. الامالسيفاينج ايجنت embedded more deeply in the face than the another face. عادة الامالسيفاينج ايجنت يكون يفضل فد فيس، اما الاكويس او الاويل، يحب يذوب بي اكثر، بس هو يذوب بالتنين، جزء من عنده ذايب بالمي وجزء من عنده الموليكيول مالته، جزء منها ذايب بالمي وجزء ذايب بالاويل، وهو على هالاساس ياخذ هذا الموقع بين التو فيس، لان جزء الموليكيول كبيره، جزء منها ذايب هنا وجزء منها ذايب هنا، ويبدي يصفط داير مداير هاي الجلوبولز بهالطريقه هاي. هو دائما هذا الامالسيفاينج ايجنت يفضل اما الاكويس او الاويل. اذا كان يفضل الاكويس اكثر راح يكون لي اويل ان ووتر. اذا يحب المي اكثر راح يخلي الاكسترنال فيس او الكونتينيوس فيس هو المي، اللي يحبه يخلي لي برا اويل ان ووتر. استخدم امالسيفاينج ايجنت يحب الووتر اكثر. إذا أحتاج أني water in oil أحتاج شنو أسوي emulsifying agent؟ أحتاج هذا emulsifying agent يحب الأويل أكثر من المي. هاي انتبهوا له. surface active agent will decrease the interfacial energy مثل ما قلنا بالجيبس لو and facilitate the breakdown of the larger depending on the nature of emulsifying agent. إذا كان hydrophilic or hydrophilic with will promote either oil in water or water in oil emulsion. إذا هذا كان hydrophilic emulsifying agent راح يفضل يكون شنو oil in water. إذا كان hydrophobic يعني يحب الماء يحب الاويل أكثر من الماء راح يكون لي water in oil emulsion. The phase in which emulsifying agent اختصر هذا الكلام. The phase in which emulsifying agent is more soluble will become the continuous or external phase of the emulsion. وهذه القاعدة نسميها قاعدة بانكروفت. Rule of Bancroft. The second theory اللي هي نسميها plastic or interfacial theory. بالمناسبة هي مو low height theory. low height theory مو oriented wedge theory أو plastic or interfacial، لأن اثنينات موجودات، بس أكو theory هاي حقائق هاي موجودة، اثنينات موجودات بأي emulsion. بالplastic and interfacial theory emulsifying agent surround the globules of the internal phase as a thin layer of film adsorbed on the surface of the droplet. هذه الدروبلت was surrounded by the emulsifying agent. The tauter the film the greater the stability of the emulsion. كل ما يزيد هذا الفيلم الدخون مالته يكون الامولشن شنو ستيبل. هل معناته انه اني استخدم بكيفي امولسيفاينج ايجنت واخلي كونسنتريشن عالي؟ لا، لان هذه توكسيك، ممكن تكون ماده توكسيك، ممكن تاثر لي على الستيبلتي بصوره عامه، تتفاعل ويا غير مواد، فلازم تكون شنو كميه معقوله، بس بنفس الوقت تحيط بالجلوبولز كلها. enough emulsifying agent may be present to cover the entire globules. ما يصير اني استخدم كمية قليلة والله شنو هذا توكسيك، أوكي بعدين هذه ما راح يكون ستيبل، هذا الفيلم اللي يصير داير مداير الجلوبولز surrounding the globules ما راح يكون كمية كافية إنه يكون هذا ستيبل emulsion. also must provide protective sheets around the droplet and may impact the charge to the dispersed droplet. هذه الامالسيفاينج ايجنت ممكن تكون شنو يكون بها تشارج. راح ناخذ انواع الامالسيفاينج ايجنت ممكن تكون
سيرفس اكتيف ايجنت. هاي سيرفس اكتيف ايجنت اكو عندي انايونيك وعندي كاتايونيك وعندي امفوتيريك وعندي امفوتيريك ما راح نشرحها بصوره مفصله. انايونيك كاتايونيك ونانايونيك. فاذا كانت انايونيك او كاتايونيك هذول مو شارج ما راح تاثر لي على الزيتا توتال زيتا بوتنشال والاتراكشن بين جلوبيولز وجلوبيولز اكيد. فهذول السيرفيس اكتيف ايجنت ماي امبارت charge on the surface of the globules. They may swell causing an increase in the viscosity. ممكن هذه الشيت هذه مال surface active agent or emulsifying agent may swell يعني يكتسب يزيد حجمه يمتص ال continuous phase فيزيد التخن مالته. سو شنو اللي راح يصير عندي هنا؟ حيزيد الفيسكوسيتي بصوره عامه مال هذا السيستم مال هذا الايمولشن. سو ذا دروبليت كوليسس ار هندرد. ممكن انه واحد من هذا هو ميكانيكال بروتكشن. ميكانيكال بروتكشن من يصير سوالينج هذه هنا يزيد التخن مالتها راح يمنع الكوليسنس. من يمنع الكوليسنس حيعطيني further protection further stability راح يعطيني stability زيادة at certain surface active agent or certain emulsifying agent و increase the viscosity مال هذا السيستم كله بصورة عامة. ناخذ الemulsifying agent وأنواعها. قلنا احنا هنا شنو أهم emulsifying agent؟ أهم واحد هو surface active agent. however احنا عندنا هواية أنواع من الإيمالسيفاينج ايجنت. السيرفيس اكتيف ايجنت هو واحد من عدهن. هذني اكو انواع السيرفيس اكتيف ايجنت حناخذه بالتفصيل. اكو عندي مالتي موليكولار إيمالسيفاينج ايجنت وعندي سوليد بارتيكل إيمالسيفاينج ايجنت. ما راح نركز عليها هوايه, راح نركز اكثر شيء على السيرفيس اكتيف ايجنت كيشتغلن كإيمالسيفاينج ايجنت. إذا نأخذ الإيمالسيفاينج إيجنت وأنواعها, أول نوع وأهم نوع هو السيرفيس أكتيف إيجنت. سيرفيس أكتيف إيجنت هذا بي أنواع. أكو بي يسموه مونو موليكولار إيمالسيفاينج إيجنت اللي هو طبقة واحدة من الموليكيول تحيط كل الدروبليت, وأكو مالتي موليكولار اللي هي طبقة وراء طبقة من هاي الإيمالسيفاينج إيجنت يحيطا بال internal phase بالي دروبليت. مونوموليكولار ايمالسيفاينج ايجنت بي انواع, بي انايونيك كاتايونيك نانايونيك. عموما هذني كلهن يشتركن بشغله واحده. شنو هن؟ اكو عنده الموليكيول نفسيته مقسومه الى جزئين. جزء هو هيدروفيليك هيد نسميه, هذا الراس مالته هيدروفيليك. إذا كان نانايونيك أو أنايونيك أو كاتايونيك هذول كل هن محبات للماء. الرأس مالته يكون محب للماء, والتيل مالته يكون هيدروفوبيك ما يحب الماء, يحب الزيت يحب الأويل. فيبدي يترتب. شون الطريقة اللي يترتب بيها؟ يترتب إنه هذا التيل مالته الذيل مالته يذوب بالزيت, والرأس مالته يذوب بالمي بالأكوياس فيس. فيبدي يترتب داير مداير الدروبليت بهالطريقة هاي على السطح مالتها. الرأس مالته بجزء المي والتيل مالته بجزء الأويل. من الانترنال من الاكسترنال هنا يبقى عادينا هو راح يحدده according to HLB. راح اشرح لكم اياها لكل واحد الى HLB محددة. هذا ممكن يكون يذايب بإنترنال فيس هو مي ومسوي الإكسترنال فيس هو الأويل, أو ممكن العكس. ممكن هذا ذايب بالإكسترنال فيس مي وهذا التيل ذايب بالإنترنال فيس اللي هو الأويل. أهم شيء كلهن يشتركن بجزء مهم إنه عدهن هيدروفيليك هيد وهيدروفوبيك تيل. هذا التيل هو عبارة عن هيدروكربون CH2 هاي هنا راح يحدد لي قد هي oil soluble. هذا الهيد ممكن يحتوي لي سلفيت OH
NH2 كاربوكسيل جروب whatever، بس هذه تكون هيدروفيليك. ليش تسوي هيدروجين بوند ويا جزيئات المي هذا الهيد؟ نيجي نشرح هذين المونوموليكولر هسه حتى نفهمها كلها بالتفصيل. هذا الجزء مالته اللي هو كيميائيا ينقسم، المولكيول مالته تنقسم الى جزئين هيدروفيليك وهيدروفوبيك. المونوموليكولر ايمولسيفاينج ايجنت، ويتنينج ايجنت. This agent contain both hydrophilic and lipophilic group بالمولكيول مالتها. With the lipophilic portion of the molecule, high portion of the molecule generally accounting هذه غلط هنا mistake مو protein portion جزء of the molecule generally accounting for the surface activity of the molecule which may be هاي المولكيول شنو هي ممكن تكون؟ ممكن تكون anionic. إذا كانت anionic هذه هنا معناتها الهيدروفيليك بارت مالتها يحتوي لي anion كاربوكسيل جروب متأينة COO minus anion صاير anionic agent. This lipophilic portion is negatively charged. Anionic emulsifiers include various monovalent, polyvalent, organic soap such as triethanolamine oleate, sulfonate such as sodium lauryl sulfate. هذني نفسيتهن مكونات اللي يستخدمن بالصوابين بالشامبوات. ليش؟ لأن هذني يعتبر الأوليات الصوديوم لوريل سلفيت هذا من ضمن المكونات اللي تدخل بالشامبو. بالشامبو ليش؟ لأن هذه سيرفيس أكتيف إيجنت قادرة على إذابة الدهون، بنفس الوقت هي شنو؟ ذائبة بالمي. أنايونيك عادة الفاتي أسيد إذا تفاعلت ويا صوديوم أو بوتاسيوم ويا مثلا ويا ألكالي بيز ويا صوديوم هيدروكسيد ويا بوتاسيوم هيدروكسيد راح يتحول لي الفاتي أسيد إلى فاتي سالت. هذه الفاتي سالت هي السوب الصابون، مثلا صوديوم أوليات أوليك جاية من تفاعل أوليك أسيد زائدا شنو؟ زائدا صوديوم هيدروكسيد صارت صوديوم أوليات. هاي الصوديوم أوليات عبارة عن صابون باودر مع صابون. هذه سيرفيس اكتيف ايجنت من نوع الانيونيك. عندي ايضا اللي هي هاي موست كومنلي يوزد الانيونيك، اكثر وحده نستخدمها هي والانيونيك. الكاتيونيك شنو؟ ات از بوزيتيفلي تشارج. مثل ايش؟ بنزول كونيوم كلورايد نون، هذا بيكون عندك كواترنري امونيوم كومباوند، هذا يكون عنده NH4 وعليها positive charge كاتيون صايرة. بنزول كونيوم كلورايد نون primarily for the its antibacterial or bactericidal properties. قليل نستخدمه كاتيونيك سيرفيس اكتيف ايجنت. may be employed as cationic emulsifier however it's not commonly used owing to their opposing ionic charge. anionic cationic agent tend to neutralize each other and are thus considered incompatible. ما يصير تستخدم انت بنفس البريباريشن انيونيك وكاتيونيك امالسيفاير. احنا بعض الحالات انا احتاج استخدم اكثر من امالسيفاينج ايجنت، وهذا الامالسيفاينج ايجنت ممكن استخدم واحد بنزول كونيوم كلورايد وصوديوم اوليت. ما يصير، لان هذا كاتيون وهذا انيون واثنيناتهم حيتجمعن على السطح وعلى سطح الدروبلت على الانترفيس، فاثنيناتهم واحد حيعادل الثاني. من يتعادل واحد ويا الثاني معناته خلاص فقدنا الملتيفيكيشن بروبرتيز مالتهم. عندي النوع الاخر اللي هو نوت افكتد باي بي اتش. باي ذا واي ذول يتاثرون بالبي اتش. اللي نوت افكتد باي بي اتش اللي هو نان ايونيك امالسيفاير شو نو inclination to ionize ما يتأين. depending on their individual nature certain of the member of this group form oil and water emulsion. مثلا عندي التوينز اكو صرح ناخذين امثلة عليها التوينز هذه تكون لي oil and water emulsion and other
water in oil emulsion اللي هي السبانز انواع هواية بس جروب اكو عندي سبان وتوين هم اهم اثنين من النان ايونيك. Agent of non-ionic type includes sorbitan esters and polyoxyethylene derivatives. Sorbitan esters, هذه هي الاسبان. Polyoxylene derivative of sorbitan ester, اللي هي شنو هي؟ التوينز. The ionic nature of surfactant is a prime consideration. Non-ionic surfactant are effective over pH range من 3 إلى 10. Cationic surfactant are effective over a pH range من 3 إلى 7. عم يصير كاتيون. And anionic surfactant require pH greater than 8. اللي ما يتأثر بالpH وفعاليته ما تتأثر بالpH هو non-ionic surfactant. فلهذا مرات أنا أحتاج هذولي less effective non-ionic. الموست effective هم الانيونيك والكاتيونيك. بس هذولي إذا يتأثرون بالpH فيستخدمون combination بين anionic ونن ايونيك على مود شنو يغطي لي وايد بي اتش رينج وبنفس الوقت شنو يصير عندي ستيبل ايمولشن. نهي بس ردنا ناكد على الانكومباتيبلتي بين انيونيك والكاتيونيك ما يصير استخدمهم بنفس البريبريشن. الانيونيك هي شنو قلنا يستخدمون كسوب هاي الصوابين هي عباره عن انيونيك أحماض أمينية متفاعلة ويا منه ويا صوديوم هيدروكسيد طلعت لي أملاح لأحماض أمينية. هذه تكون incompatible with cationic agent. تكون يعني نفقد السيرفس أكتيف بروبرتيز مالتها بنفس الوقت راح نفقد شنو الأنتيبكتيريال بروبرتيز of cationic agent ونفقد الإمولسيفيكيشن باور مالتيناتين impaired for both البنزول كونيوم كلورايد فور اكزامبل اللي هو كاتيونيك والصوديوم لورال سلفيت فور اكزامبل للانيونيك. الكاتيونيك ايمولسيفاينج ايجنت ار يوزد از انتي بكتيريال مور ذان ايمولسيفاينج ايجنت. بنزول كونيوم كلورايد من تشوفه بريباريشن ما راح تشوفه كايمولسيفاينج ايجنت مستخدم. وين تشوفه؟ تشوفه ك انتي مايكروبيال for example يستخدم بنسب قليلة جدا anti microbial مثلا بالاي دروبس قطرات العيون راح تشوف اي قطرات عيون راح تلقى بيها انه من ضمن المكونات بنزل كونيوم كلورايد ما حد خلاه هناك كامولسيفاينج ايجنت لا خلوه كانتي بكتيريال. ده مخطط توضيحي للامولسيفاينج ايجنت او السيرفيس اكتيف ايجنت إنه يكون عنده polar head ويكون هو محب للماء ويكون عنده هذا non-polar hydrophobic tail اللي هو ما يحب الماء water heating. شون يصير الإيمولشن؟ الإيمولشن هذا شكله هذا external face مثلا for example هو ماء الإكسترنال face والإنترنال face هو oil فالشكل شوية تقريبي أكبر نشوف إنه هذا الهيد متجمع سوري الإيمولسيفاينج إيجنت سيرفيس أكتيف إيجنت متجمع داير ما داير هاي الجلوبيولز بحيث متجه الهيد باتجاه المي لأن هو ووتر لوبينج والتيل داخل بداخل فايت بداخل لدروبليت مات الأويل بالضبط هيجي اللي راح يصير شنو هذني حيتجمع عن طبقة داير مداير هذا الدروبليت راح تقلل عدي الانترفيشيال تنشن وتقلل السيرفيس فري انرجي وراح يصير عندي ستيبل ايمولشن. ليش؟ لان كل دروبليت محاطة بهاي الطبقة من السيرفيس اكتيف ايجنت. هذا هنا شكل مجسم ثلاثي الابعاد لشكل الدروبليت شلون تصير عادة هنا السيرفاكتانت هذا همينا هنا الداخل اويل والخارج شنو ووتر بالضبط هو المايسل تذكرون سيرفيس اكتيف ايجنت من above certain concentration هذا الكونسنتريشن نسميه شنو critical micelle concentration يبدي يسوي اجريجيت. هاي الاجريجيت هي المايسل هي اللي تحيط بالاويل وتذوب الاويل بداخلها
والجزء الخارجي هو شنو؟ هو الووتر لوفينج اور البولر هيد اللي هي متجه باتجاه المي. هذا التخطيط الثلاثي الابعاد للشكل المايسل او شكل الدروبلت شلون محاطه بطبقه من ال سيرفيس اكتيف ايجنت. هنا يا فور اكزامبل توزيع مالتها التيل صاير للداخل مذوب الاويل، معناته هذا اويل ان ووتر صاير. هنا يا بالعكس الترتيب مالتها صاير مذوبات المي بالداخل، الهيد متصل على المي متقرب على المي، التيل هو اللي على الخارج صاير، هذا صاير عندي ووتر ان اويل ايمالشن. To understand more شنو هو ال HLB hydrophilic lipophilic balance، كل مادة إلها HLB. شنو ال HLB؟ هذا هو مقياس للمادة، شقد تحب المي شقد تكره المي، هل هي تحب الأويل أو هل هي تحب المي. إذا كان ال HLB قليل معناتها المادة ما تحب المي، إذا كان ال HLB عالي المادة تحب المي. والمواد تتقسم كل وحدة إلها HLB، حتى even الأويل اترك هذا الجدول، حتى الزيت حتى الزيوت نفسيتها أكو بيهن يمتزجن بويا المي بنسب معينة. الكاستر أويل الزيت الخروع مو مثل زيت مثلا زيت الزيتون أوليف أويل، كل واحد إلى HLB. من كل واحد إلى HLB يعني كل واحد إذا أريد أسوي سسبنشن راح يختلف الإيمالسيفاينج إيجنت اللي أريد أستخدم اللي هي. خلينا نشوف هذول هسه سيرفيس أكتيف إيجنت، هن أنواع هواية. ياهو بيهن اللي يفيدني كأويل إن ووتر ووتر إن أويل، كل واحد يختلف بال HLB مالته. واكو بيهن سيرفيس اكتيف ايجنت بس ما يستخدمن كايمالسيفاير، مو استخدمن بالايمالشن، استخدمن منظفات ممكن. فهذول السيرفيس اكتيف ايجنت بيهن انواع يبدا من الواحد للعشرين، واكو بعضهن كلش يوصل للأربعين للخمسين همين استخدامهن نادر. اللي هو الووتر سوليوبيليتي مالته قليلة ما يحب المي هواية، يعني شنو؟ يعني هذا الهيدروفوبيك بورشن مالت الهيدروكربون تيل تكون طويلة مقارنة بالهيد، فهذا يقوم يحب الأويل أكثر. هذول شنو نستخدمهم؟ يكونون ال HLB مالتهم قليل، نستخدمهم كأنتي فومينج، يعني شنو؟ مانعات للرغوة حتى لا تتكون عندي رغوة. بعض الصناعات نحتاج أنتي فومينج ايجنت، هذول يكونون سيرفيس اكتيف ايجنت ال HLB مالتهم قليل. ال emulsifying ايجنت او سيرفيس اكتيف ايجنت اللي هو ال HLB مالته من 3 الى 6 راح يكون لي ووتر ان اويل ايمالشن. ليش؟ لان هذا يحب الاويل، من يحب الاويل يسوي الاويل اكسترنال فيس. اكو عندي سيرفيس اكتيف ايجنت اللي هي تكون ال HLB مالتها بين 7 و9، هذول ممكن استخدمهم كوتنينج ايجنت مرطبات، استخدمهم بالترطيب حتى المنطقه واحد من الاسطح اذا ما يتبلل ما يلوح المي اقدر استخدمهم هذول، انه استخدمهم كوتنينج ايجنت ازيد شنو الكونتاكت اوف ووتر ويا هذا السطح. عندي الإيمالسيفاينج ايجنت اللي هم رينج ال HLB مالتهم، الرينج مالته من 8 إلى 18، استخدمهم تصنيع اويل ان ووتر ايمالشن. ليش؟ لان هذول يكونون مار هيدروفيليك، ال HLB مالتهم عالي مار هيدروفيليك، فاقدر استخدمهم يحضروا لي اويل ان ووتر. ليش؟ حتى يسوون الووتر هو الاكسترنال بيس. ال HLB من 15 إلى 20 هذول السيرفيس أكتيف إيجنت أستخدمهم كسولوبلايزر، مواد مذيبة زيد لي سوليوبيليتي مال مواد أخرى.
عندي الديترجنت المنظفات هاي اللي دي نستخدمها احنا بالتغسيل بالايدين بالغسل الملابس بتنظيف الاسطح الارضيات، هذه كلها شنو ديترجنت، هي عبارة عن سيرفس اكتيف ايجنت، ال اتش ال بي مالتها من 13 الى 16. شنو شغلهم دول السيرفس اكتيف ايجنت؟ يقللوا لي كلهم الانتي فومينج ديترجنت سوليوبلايزر ايمالسيفاير ويتنينج ايجنت، كلهم يقللوا لي السيرفس تنشن اور الانترفيشال تنشن اللي يكون بتوين تو فيسز. هذا التابل يحتوي لي على أمثلة لعدة مواد دهون وسيرفس اكتيف ايجنت واي مادة ممكن هنا تتخلق لها اتش ال بي، مثلا اوليك اسيد. اوليك اسيد هذا من الاحماض الشحمية، فالاتش ال بي متوقع هذا طبعا 18 كربون اتوم وحامض شحمي، اذا متوقع انه يكون شنو عنده اتش ال بي قليل. ليش؟ لانه هو ما يحب المي، يحب الاويل اكثر. وعندنا سوربيتان ترايستياريت فور اكزامبل، هنا ايضا هم يكون شنو ترايستياريت يعني ستياريك اسيد، يعني 18 كربون اتوم كل واحد ثلاث مرات تراي، ثلاثه مولكيول بها ثلاثه ستياريك اسيد، فهنا يتوقع الاتش ال بي ما تكون قليل. اريدك تنتبه لي على ذني، مثلا سوربيتان مونو اوليت اللي هذا يسموه سبان 80، سبان 80 شوف ال HLB ما تشقد 4.3، هذا سبان 80 هذا سيرفس اكتيف ايجنت نان ايونيك سيرفس اكتيف ايجنت، يكون لي عنده HLB 4.3، اذا هذا شي يكون لي ووتر ان اويل. السبان عادة يستخدموها ووتر ان اويل. السبان اكو انواع، اكو سبان 20 سبان 40 سبان 60 سبان 80. لوش يسموها هيك؟ نفتهم هنا نشوف سبان 20. شنو هو سبان 20؟ هذا سوربيتان مونو اوليت اوليك اسيد محطوط ويا السوربيتان. سوربيتان مونولوريت هذا سبان 20، متغير الامينو اسيد اللي محطوط بالمولكيول، هنا اوليك اسيد هنا لوريك اسيد. لوريك اسيد اصغر حجمه كمولكيول اصغر من الاوليك. اوليك 18 كربون هذا 12 كربون، من صار هنا 12 شويه شنو صار؟ صار عدة الهيدروفيليك ليبوفيليك بالانس مالته زادت، صار شنو؟ صار سموه سبان 20، صار مور هيدروفيليك. من السبان 80 للسبان 20 كل ما يزيد كل ما ننزل بالرقم مالت السبان يصير مور هيدروفيليك. هذول السبان اذا سويت لهم سبستيتيوشن حطيت بولي اوكسي اثيلين، بولي اوكسي اثيلين دا اسويها مور هيدروفيليك، احط ويا المولكيول فالشي هو يكون مور هيدروفيليك، دا اضيفها على المولكيول قمنا نسميه توين. فاللي يجي من سبان 80 قمنا نسميه توين 80، سوربيتان مونو اوليت سبان 80 صار بولي اوكسي اثيلين سوربيتان مونو اوليت توين 80، هذول يكونون مور هيدروفيليك، فنشوف ال اتش ال بي مالتهم يكون عالي. مثلا هنا عندي توين 20 جاي من سوربيتان 20 جاي من سبان 20، بولي اوكسي اثيلين سوربيتان مونولوريت توين 20 هذا ايفن مور بولر بعد من هذا. ليش هنا؟ لان مستخدمين لوريك اسيد اللي هو اصغر من الاوليك اسيد، يعني شنو؟ يعني ما يحب الدهن اكثر، ما يحب الدهن مثل الاوليك اسيد، يكون مور بولر مور هيدروفيليك، سوري مو مور بولر مور هيدروفيليك. هنا كلهم راح تشوفوهم، هنا راح تشوفون انه كل واحد الى شنو؟ الى اتش ال بي. ايدك تقارن لي همين مثلا بين الاوليك اسيد اذا هو نون بولر، ومن صار صوديوم اوليت، من صار صوديوم اوليت اتحول الى شنو؟ انايونيك سيرفيس اكتيف ايجنت، بينما من هو حامض شحمي نون بولر، من صار ملح لحامض شحمي صار
مور بولر. وبنسويته ويا البوتاسيوم هيدروكسيد صار بوتاسيوم اوليات صار ايفن مور بولر. صوديوم لوريل سلفيت هذا كلش بولر يكون. هذا الرغوة مات اذا واحد يلزمه بيده يريد يسوي بيه غسل ايده حباية واحدة من عنده 5 ملغرام من عنده 0.5 غرام من عنده تكفي انه تسوي لك رغوة تكفي 20 لتر. ليش؟ very polar والديترجنت اكتيفيتي مالته كلش عالي. هذا ممكن انه يعني استخداماته تكون difficult انه يتسوى بي emulsion لوحده. ليش؟ من ضمن مواصفات الامالسيفاينج ايجنت انه هو مو فقط انه يسوي لي اويل ان ووتر او ووتر ان اويل، لازم عنده سيرتن سوليوبيليتي بالتو فيس. هذا راح يكون موستلي سوليوبيليتي مالته وين؟ بالمي. ما راح يقدر يتجمع بالانترفيس، راح يروح يذوب بالمي ويعوف الانترفيس، هذه الطبقه اللي المفروض تحيط بالجلوبيولز يعوفها ويروح يذوب بالمي، مفهوم؟ طيب طبعا هذا هنا كلهم عليكم تطلعون عليها وتفهمون ليش هذا according للستركتشر مالتين كل واحد ليش يكون ال HLB مالته قليل او ال HLB مالته عالي. السبان والتوين لازم تعرفون الفرق بيناتهن، وياها هو الليبوفيليك وياها هو الهايدروفيليك وليش صار هايدروفيليك. ياهل يسوي oil in water، ياهل يسوي water in oil، هذا يسوي لي water in oil، هذا يسوي لي oil in water. هنا رح نوصل النقطة انه كل emulsion احتاج له certain emulsifying agent. يعتمد على شنو؟ يعتمد على هذا الoil، هذا الoil اللي أنا مستخدمه هل هو يحتاج HLB محددة معينة من surface active agent، هل أني أريد oil in water، هل أريد water in oil. So نوصل لموضوع جدا مهم اللي هو required HLB. شقد أحتاج HLB؟ certain emulsifying agent of a given HLB. ممكن يكون عندي emulsifying agent ونفس ال HLB، نفس ال HLB value عندهن. appear to work best with particular oil phase. بيشتغل ويا نوع محدد من الأويل أو من الوكس. المفضل إنه يستخدم هذا الإيمالسيفاينج إيجنت. حتى إذا أجيب أبدله ويا غير إيمالسيفاينج إيجنت وإذا نفس ال HLB ممكن إنه ما يشتغل ويا الصورة صحيحة. And this has given rise to the concept required HLB value for any oil or combination of oil. ممكن أنا عندي أكو combination of oil، مو oil واحد موجود بالإيمالشن، فكل واحد يريد HLB محددة. شون أجي أحسباني قابل كل واحد أجي أستخدم له surface active agent مختلف وأحط فد 20-30 surface active agent لأن أنا عندي 30 oil؟ لا، راح نجي نحسب شقد نحتاج HLB total وبعدين نستخدم ياهو الـ Surface Active Agent اللي يفيدنا عند هذا الـ HLB. Also, all oil, waxes and other material likely to be incorporated into emulsion have an individual required HLB. يعني أنا هنا required HLB مات الـ wax مات الـ oil عدة مواد أنا مستخدمها كل واحد عدة required HLB. وبعدين شقد أني أستخدم يا إيمالشن أستخدم وشقد الـ HLB اللي لازم أستخدمه لازم أجي أني أحسبه. however this does not necessarily mean that every surfactant يعطيني هذا الـ HLB راح يطلع لي good or stable emulsion. it could be هذا الـ surface active agent interact with the oil maybe with certain oil or maybe تأثر لي على الاكتيفيتي مالت الدراج. this is not mean that انه انا خلص توصلت الى حل وحضرت هذا الايمالشن يكون هو pharmaceutically acceptable. however there is certain consideration should be taken من نجي نختار يا emulsifying agent انا اجي اختاره واحطه بهذا الايمالشن. selection of surface active agent required HLB.
generally المينرال اويلز اي شيء مينرال اويلز انا مستخدمه بالايمولشن ريكوايرد اتش ال بي مالته تكون بحدود اذا استخدمت اتش ال بي ايمولسيفاينج ايجنت 4 حدود الأربعة راح يكون لي ووتر ان اويل. اذا استخدمت غير ايمولسيفاينج ايجنت بنفس المكونات هذه نفس المينرال اويل ونفس المي واستخدمت اتش ال بي سيرفيس اكتيف ايجنت عندها اتش ال بي 12 راح تطلع لي اويل ان ووتر. سيلكت ايمولسيفاينج ايجنت having the same HLB or close HLB as the oil depending on the type of emulsion desired. هنا اجي اني اختار عادينا كل واحد مقلت ما يصير انه اني اجي استوي هنا oil in water معناته اجي اختار HLB مات 40 ما يصير لازم يكون عنده certain solubility or certain interaction مع الاويل بنفس الوقت انا بدي اقدر يتشلب ويبقى بالانترفيس. ان ايمولسيفاير اور بلاند اوف ايمولسيفاير مرات انه اني احتاج مو ايمولسيفاير واحد احتاج هذا الاتش ال بي مال اللي احتاجه مدى يعطيني اياه ايمولسيفاير واحد سيرفيس اكتيف ايجنت واحد فاجي استخدم خليط من هذول الايمولسيفايرز هافينج الاتش ال بي اللي اني اريدها will make a more stable fluid oil in water. إذا استخدمت هذا مثلاً HLB 12 in mineral oil emulsion than emulsifier of any other HLB value. مرات ال HLB أريد أطلعها أريد أشوفها هذه ال HLB ما متوفرة عندي بأي emulsifier فمرات أحتاج إنه أنا أستخدم combination of emulsifier حتى أجي أطلع الريكوارد HLB لهذا الإيمولشن. نشوف هنا أكو سيرتن فاليو لكل واحد لكل مينرال أويل. هنا مثلا كوتون سيد أويل مثلا زيت بذور القطن حتى أحضر أويل إن ووتر لازم أحتاج لشنو HLB سيرفيس اكتيف ايجنت يحتاج ده من 7 الى 6 بينما ووتر ان اويل ما اقدر احضر من الكوتون سيد اويل ما اقدر احضر ووتر ان اويل ايمولشن. البترولاتم 8 بيزوكس شوف بيزوكس هذا الشمع مال النحل الشمع ممكن اذا استخدمت ايمولسيفاير عند اتش ال بي 9 الى 11 يكون لي اويل ان ووتر بينما اذا استخدمت ايمولسيفاير عند ال HLB مالت 5 راح يكون لي water in oil. نفس الشيء بالنسبة للبارابين واكس mineral oil مثل سيليكون هذول المواد لانولين كرنوبا واكس هذول كل واحد بيهم عنده شنو عنده required HLB HLB مفضل على مود شنو يتكون عندي يتكون الامولشن اللي أنا أريده. إذا أسوي emulsion oil in water عادة ال HLB يكون عالي مال الامولسيفاير وإذا استخدم أريد أحضر water in oil راح أستخدم emulsifier HLB ما تكون أقل ولكل مادة إلها فتشي preferable فتشي هو المفضل إلها شكد لازم أستخدم HLB مع emulsifier. نتوقف هنا وإن شاء الله نكمل بالجزء القادم هو blending of surfactant. ليش أنا أستخدم مجموعة surfactant بتحضير شنو تحضير الإيمولشن؟